بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لي تيب دو فراز، إذا سنرى أنواع الجمل في إطار حياتنا اليومية، وعندما نتكلم طبعا تصدر منا أنواع معينة من الجمل. طبعا من أنواع الجمل التي يمكن أن تصدر منا جمل نسميها دي فراز ديكلاراتيف، دي فراز ديكلاراتيف. مثلا كما نلاحظون لولو فو مانجي لي شيفغو، لولو فو مانجي لي شيفغو، لولو فو مانجي لي شيفغو. الذئب يريد اكل ابناء الماعز. كما نلاحظ بان الجملة اخبارية، ان تعطي خبرا، لولو فو مانجي لي شيفغو. ممكن ان هذه الجملة تكون انتيروغاتيف، اون بو افوار اون فراز انتيروغاتيف. احيانا نجد انفسنا امام جملة انتيروغاتيف استفهامية، ومنها لو بوا دانتيروغاسيون يعني نقطة الاستفهام. اذا انتيروغاتيف، قل مثلا لي شيفغو فونتيل اتر مانجي، لي شيفغو فونتيل اتر مانجي. طبعا نغير صوتنا في هذه الجملة، لي شيفغو فونتيل اتر مانجي. هذه الجمل طبعا تقتضي تغيير الصوت بالشكل الذي يوحي بأننا نتحدث عن جملة استفهامية. إذا هذه الجملة طبعا النوع الثاني من الجمل سوسون دي فراز انتروغاتيف. أبخي هنا لي فراز اكسكلاماتيف، اكسكلاماتيف. نقول مثلا لولو ا ديفوري تو لي شيفغو، يعني أن الذئب أكل كل المعيزات أو كل أبناء المعيز. نقولها بشكل فيه اندهاش كما نقول لولو ا ديفوري تو لي شيفغو، يعني أن الذئب أكل كل المعيز الصغير. نقول هذا الكلام بشكل يعبر عن الدهشة وعن الإعجاب أحيانا. إذا نسمي هذه الجمل دي فراز اكسكلاماتيف. طبعا هناك نوع آخر سنراه. إذا كما نلاحظ هنا كيس كان تيب دو فراز، ماذا نعني بنوع الجمل، ماذا نعني بأنواع الجمل أو بنوع الجمل كما عندنا هنا كيس كان تيب دو فراز. هل حتى في الجمل هناك أنواع بمعنى آخر؟ pour communiquer efficacement، pour communiquer efficacement، pour communiquer efficacement. نقول عن شيء بأنه إفكاس يعني أنه ناجع. إذا إفكاس ما بشكل ناجع، من أجل التواصل أو لكي يتواصل الإنسان بشكل ناجع. طبعا نتكلم عن لوفاب كومونيكي، إذا هذا فعل تواصل، ومنها مثلا كلمة لا كومونيكاسيون يعني التواصل. وكومونيكي إفكاس ما من أجل التواصل بشكل ناجع. on peut utiliser plusieurs types de phrases، إذا يمكن استعمال عدة أنواع من الجمل. différent يعني أن مختلفة، selon ce que l'on cherche à exprimer، إذا selon حسب، ce que l'on cherche حسب ما نبحث عنه، selon ce que l'on cherche à exprimer حسب ما نبحث عنه، à exprimer للتعبير. بمعنى آخر حسب ما نريد التعبير عنه، حسب ما نبحث للتعبير عنه. إذن selon ce que l'on cherche à exprimer حسب ما نبحث عنه للتعبير، حسب ما نبحث كما نقول للتعبير عنه. إذن on peut utiliser plusieurs types de phrases différents selon ce que l'on cherche à exprimer. هل نريد أن نخبر انفورمي، عندما نريد أن نخبر بكلام ما، عندما نريد أن نبسط خبرا نقول كلاما نخبر به السامع. إذا طبعا تكون هناك طريقة، أو بوزي اون كيستيون. إذا أحيانا لا نريد أن نخبر بل نريد أن نطرح سؤالا، أحيانا نحتاج أن نطرح سؤالا لنتلقى الخبر.
إذن بوزي إن كيستيون. إذن طبعا في هذا الكلام تكون الطريقة أيضا مختلفة. إكسبريمي لا كولير، أنك تعبر عن غضب. إذن طبعا هنا لا تخبر ولا تطرح سؤالا، بل تعبر عن الغضب، طبعا من أجل إصدار كلام ما، من أجل طرح جملة ما، تكون معبرة عن الغضب. طبعا طريقة تكوينها تكون مختلفة عن التي نطرح من خلالها خبرا، وتكون مختلفة أيضا عن الجملة التي نطرح من خلالها سؤالا. أيضا دوني أن أوردر، يعني أنك تعطي أمرا. إذا الجمل التي نصيغها من أجل إعطاء أمر، نقول لشخص ما افعل كذا، لا تفعل كذا، إلى غير ذلك. إذا هذه الجمل طبعا تختلف عن سابقتها التي ذكرناها الآن. إذا لو تيب دو فراز ديبون دونك دو لانتونسيون دو لا بيرسون كي سيكسبريم. لو تيب دو فراز ديبون دونك دو لانتونسيون دو لا بيرسون كي سيكسبريم. إذا نوع الجمل ديبون، يعني أنه يتبع. طبعا عندنا لو فيرب ديبوندر، ومنها مثلا لا ديبوندونس، يعني التبعية. لانديبوندونس عدم التبعية، بما معناه الاستقلال. تتكلم مثلا عن لا فات دو انديبوندونس، يعني عيد الاستقلال، معناه عيد عدم التبعية، لم نعود مثلا نتبع دولة أخرى مثلا. إذا لو تيب دو فراز ديبون، إذا نوع الجمل ديبون، يعني أنه يتبع. ديبون دونك، يعني أنه يتبع إذا دو لانتونسيون دو لا بيرسون. طبعا لانتونسيون مقصود بها النية، إذا هو يتبع نية الشخص. كي سيكسبريم، الذي يعبر عن نفسه. إذا حسب نية الشخص، هل هذا الشخص يريد أن يطرح سؤالا؟ هل يريد التعبير عن غضب؟ هل يريد أن يخبرنا بشيء؟ هل يريد أن يعطي أمرا؟ إذا حسب نية الشخص تتغير طريقة صياغة الجملة، وبالتالي تختلف أنواع الجمل. Quels sont donc les différents types de phrases؟ إذا ما هي إذا أنواع الجمل؟ Il n'existe que 4 types de phrases. إذا لا توجد إلا 4 أنواع من الجمل. إذا هناك فقط 4 أنواع من الجمل. Il n'existe que 4 types de phrases. Il n'existe que 4 types de phrases. إذا لا يوجد أو لا توجد إلا 4 أنواع من الجمل. إذا كما قلنا، il y a tout d'abord la phrase déclarative. إذا عندنا أولا الجملة الإخبارية، la phrase déclarative، qui déclare une information ou quelque chose d'autre، التي تبسط خبرا إلى غير ذلك. La phrase interrogative. La phrase interrogative، يعني نتكلم عن الجملة الاستفهامية، كما تلاحظوا فيها interrogation، يعني استفهام. La phrase interrogative. Après on a la phrase exclamative. La phrase exclamative. بعدها عندنا الجملة التعجبية، نتكلم عن l'exclamation. L'exclamation يعني التعجب. La phrase exclamative التي تعبر عن الاندهاش، عن الإعجاب، إلى غير ذلك. Et enfin on a la phrase injonctive ou bien la phrase impérative ou bien la phrase impérative. نتكلم عن الجملة التي فيها أمر. طبعا الانجونكسيون المقصود به هو الفرد، هو الأمر، هو التعليمات. الانجونكسيون المقصود به إعطاء التعليمات أو فرض شيء ما، تقول لشخص قم بكذا، أو إعطاء الأمر، أو أنك تعطي أمرا. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative؟ ماذا نعني بجملة déclarative؟ يعني جملة إخبارية. Les phrases déclaratives racontent une action ou quelque chose. إذا les phrases déclaratives، إذا الجمل التي نسميها بأنها déclarative raconte، يعني أنها تحكي. عندنا هنا لو فيرب راكونتي، راكونت اون اكسيون، يعني انها تحكي فعلا. لاكسيون
يعني هو الفعل اللي تيحدث على الأرض، ماشي الفعل اللي تنتكلم عليه كتابة. نقول مثلا فعل ضربة أو فعل نزلة، بل نتكلم عن الفعل اللي تيوقع على الأرض. مثلا لاكسيون ديال نزلة هو الإنسان ينزل بالصح، ينزل من الفوق لتحت. عندما نتكلم عن لاكسيون ديال أكلة، يعني أن الإنسان يأكل، يقوم بالأكل. إذا نتكلم عن لاكسيون نتكلم عن الفعل الحقيقي الذي يقع على الأرض، إذا نسميه أكسيون. إذا هنا لي فخاز ديكلاراتيف غاكونت إن أكسيون، يعني واحد الفعل وقع على الأرض وحنا بغينا نترجموه ونحكيوه عن طريق جملة. إذا هذه الجملة تسمى فخاز ديكلاراتيف. إذا لي فخاز ديكلاراتيف الجمل الإخبارية غاكونت أنها تحكي إن أكسيون أو كيلكو شوز، أو تحكي شيئا ما، ممكن تحكي أي شيء. إل دون سامبلومون دو لانفورماسيون، يعني هي تعطي فقط، هي تعطي كما نقول هنا ببساطة دو لانفورماسيون، أنها تعطي من الخبر كما نقول هنا دو لانفورماسيون، أن تزود بالخبر. لي فخاز ديكلاراتيف ساشيف توجور باغ أن بوان سامبل. إذن الجمل الإخبارية ساشيف يعني أنها تنتهي، طبعا لو فارب اشوفي يعني انك تنهي، تنهي شيئا، تنهي عملا، تنهي كلاما الى غير ذلك. طبعا هنا عندنا لو فارب ساشوفي، عندنا لو فارب ساشوفي يعني انه انتهى. اذا لي فخاز ديكلاراتيف ساشيف الجمل الاخباريه تنتهي، ساشيف توجور انها تنتهي دائما باغ ان بوان سامبل، يعني انها تنتهي بنقطه عاديه، ما كاين لا بوان ديكسكلاماسيون ولا بوان دانتيروغاسيون، يعني ما نديروش نقطة تعجب أو نقطة استفهامية، بل نقطة بسيطة كالتي عندنا هنا بعد كلمات سامبل، نقطة عادية. ثم عندنا إكزامبل، إكزامبل أمثلة، ويليام جو دون لو بارك، ويليام جو دون لو بارك. كما تلاحظوا بأن هذه الجملة تبتدئ بحرف كبير وتنتهي بنقطة. إذا جملة عادية كما نلاحظ أنها تخبرنا بأن ويليام يلعب في المتنزه. ليس هناك تعجب، ليس هناك اندهاش، ليس هناك طرح للسؤال، ليس هناك أمر. ثم عندنا il joue avec ses amis، il joue avec ses amis، هو يلعب مع أصدقائه. نفس الشيء كما نلاحظ هناك خبر يخبرنا بأنه هو يلعب مع أصدقائه. ثم عندنا جام كونتيلغي افيك سي كاماراد، أنا أحب عندما هو يضحك مع رفقائه، أنا أحب لحظة ضحكه مع رفقائه. إذا جام كونتيلغي، طبعا إلغي عندنا لو فيرب غيغ، سي لو فيرب غيغ هذا فعل ضحكة. جيم كونتيلغي افيك سي كاماراد، انا احب عندما هو يضحك مع رفقائه. اذا كما تلاحظوا بان هاد الامثله تتعطينا واحد المجموعه ديال الجمل اللي تنصنفوها ضمن لي فراز ديكلاراتيف، لانها لا تطرح سؤالا، لا تعبر عن اندهاش او اعجاب، ليس فيها امر. اذا هي جمله بسيطه تخبرنا عن فعل حدث على الأرض، تخبرنا بشيء ما. أبخي هنا كيس كان فخاز انتروغاتيف، إذن ماذا نعني بجملة انتروغاتيف استفهامية، ماذا نعني بجملة استفهامية كيس كان فخاز انتروغاتيف. لفخاز انتروغاتيف سيرف أبوزي إن كيسيون و أدوموندي دو لانفورماسيون. لفخاز انتروغاتيف سيرف à poser une question ou à demander de l'information. إذا الجمل الاستفهامية سيرف، طبعا عندنا لو فيرب سيرفير يعني صالحة أو خادمة. كما نقول بأن هذه الجمل الاستفهامية أنها تخدم أو أنها تصلح à poser une question لطرح سؤال، أو à demander de l'information أو لطلب خبر. إذا أنت تستعمل هذه الجملة من أجل طرح سؤال، إذا ممكن أنك تطرح سؤالا
إذا ممكن أنك تكون تبحث عن مجموعة من المعلومات عن خبر ما، أو ممكن أنك تطرح سؤال من أجل السؤال. Les phrases interrogatives servent à poser une question ou à demander de l'information. Les phrases interrogatives se terminent par un point d'interrogation. جمل استفهامية se termine كما رأينا قبل قليل s'achève يعني أنها تنتهي par un point d'interrogation أنها تنتهي بنقطة استفهام. سنرى بعض الأمثلة. Example: William joue-t-il dans le parc؟ هل ويليام يلعب في المتنزه؟ طبعا رأينا قبل قليل ويليام جو دون لو بارك. طبعا هذه جملة عادية، لكن هنا نطرح السؤال ويليام جو تيل دون لو بارك؟ ويليام جو تيل دون لو بارك؟ هنا نريد أن نعرف خبرا، نريد أن نعرف خبر ويليام. كوفي تيل سي أ سيت أوغ دو لا نوي، ماذا يفعل هو هنا؟ أ سيت أوغ دو لا نوي، في هذه الساعة من الليل. كوفيتيل إيسي أ سيت أوغ دو لا نوي، ماذا هو يفعل هنا في هذه الساعة من الليل؟ إذا هنا نطرح سؤالا. ثم عندنا أكيل أوغ دواتيل غوباغتيغ دومان، أكيل أوغ دواتيل غوباغتيغ دومان، في أي ساعة يتوجب عليه الذهاب الغد؟ في أي ساعة هو سيذهب الغد؟ طبعا عندنا دواتيل، هذا لو فيرب دوفوار، إنسان يريد الذهاب. بالنسبة للشخص هو يعتبر بأن عليه أن يذهب في ساعة كذا وكذا، لأن بعض الأشغال تنتظره مثلا، أو بأن لقاء ما ينتظره مثلا، إلى غير ذلك. إذا طبعا نستعمل لو فيرب دوفوار. طبعا هنا نأخذ الكلام في نفس السياق، ممكن أن هذا الكلام يكون بمعنى آخر. أنا أعطي أمرا لشخص ما وأقول له ستذهب غدا في الساعة كذا وكذا، إذن هذا الشخص يتوجب عليه الذهاب غدا في الساعة كذا وكذا. À quelle heure doit-il repartir demain؟ إذن في أي ساعة doit-il يتوجب عليه repartir demain؟ هنا le verbe devoir لا يعني بأن هذا الشخص عليه أمر ما أن يذهب غدا في ساعة كذا وكذا، بل المعنى هنا في أي ساعة هو يريد الذهاب غدا. إذن هاد لو فيرب دوفوار كما نقول أنه يلعب دور لو فيرب فولوار فعل أرادة، كما نقول هنا أ كيل أوغ فوتيل غوباغتيغ دومان، فوتيل غوباغتيغ دومان، إذن في أي ساعة هو يريد الذهاب غدا. الذي يهمنا عموما أننا نتكلم عن اون فخاز انتيروغاتيف، اون فخاز انتيروغاتيف، إذا نتكلم عن جملة استفهامية. كما تلاحظوا بأن هذه الجمل تبتدئ بحرف كبير ثم تنتهي ب ان بوان دانتيروغاسيون. ثم كيسكون فخاز اكسكلاماتيف، كيسكون فخاز اكسكلاماتيف، ماذا نعني بجملة تعجبية؟ اكسكلاماتيف نتكلم عن الاكسكلاماسيون يعني التعجب، الاكسكلاماسيون التعجب. لي فراز اكسكلاماتيف الجمل التعجبيه بيرميت، بيرميت نتكلم عن لو فيرب بيرميتر، لو فيرب بيرميتر يعني انك تسمح بي تمكن من، اذا هذا يسمح بي او هذا يمكن من كذا وكذا فعل. اذا لي فراز اكسكلاماتيف، اذا الجمل التعجبيه بيرميت انها تسمح بي، تسمح بماذا؟ ديكسبريمي ان سنتيمون، تسمح بالتعبير عن احساس. لا جوا يعني الفرح، لا كولير يعني الغضب، ليتونمون يعني الدهشه، لو ديغو يعني الاشمئزاز، لو ديغو اشمئزاز الى غير ذلك. اذا كل جمل المعبره عن الاحساس طبعا يدخل في هذا السياق. لي فراز اكسكلاماتيف بيرميت d'exprimer un sentiment, joie, colère, étonnement, dégoût. Thomas, les phrases exclamatives finissent par un point d'exclamation. Et dans les phrases exclamatives, elles jouent le ta'ajoubia, finissent en atteintai par un point d'exclamation. Par un point d'exclamation. En atteintai, bien au
التعجب. اكزامبل امثله كوسات في اجولي، كوسات في اجولي. كما نقول هنا بان هذه البنت جميله، كو هذه كو عندنا هنا تتعني كوم وبيه كوم بيه، يعني كم هذه البنت جميله. كوسات في اجولي، اذا كما نقول هنا كوم سات في اجولي وبيه كوم بيه سات في اجولي، اذا كم هي هذه البنت جميله. اذا نقول كوسات في اجولي. اذا طبعا كما تلاحظوا بان هذه جمله تنتهي بار ان بوين ديكسكلاماسيون، فينيس بار ان بوين ديكسكلاماسيون، او بيان ساشيف بار ان بوين ديكسكلاماسيون، او بيان سو تيرمين بار ان بوين ديكسكلاماسيون، يعني انها تنتهي بجمله تعجبيه. ثم كال درول ديستوار، نقول عن شيء بانه درول يعني انه ظريف، انه طريف فاكه او انه غريب. كما لو نقول هنا اي غرابة قصة او اي طرافة قصة، بمعنى اخر كم هي هذه القصة غريبة الى غير ذلك. ثم عندنا كسو طابلو ايبو، كسو طابلو ايبو، كم هذه اللوحة جميلة، كم هي هذه اللوحة جميلة. كسو طابلو ايبو، كم هي هذه اللوحة جميلة. كلمة طابلو تعني السبورة، تعني اللوحة، تعني الجدول الى غير ذلك. اذا عندنا هنا كلمة طابلو تعني اللوحة. كوسو طابلو ايبو، كم هي هذه اللوحة جميلة. ثم عندنا كيسكون فخاز انجونكتيف او بيان امبيراتيف. طبعا كما قلنا بان كلمة انجونكسيون تعني الفرد، تعني التعليمات، تعني الامر. لي فخاز انجونكتيف سون توتيليزي بور دوني ان اوردر، لي فخاز انجونكتيف سون توتيليزي بور دوني ان اوردر. Les phrases injonctives sont utilisées pour donner un ordre. الجمل الفردية أو الجمل كما نقول الأمرية sont utilisées أنها تستعمل pour donner un ordre لإعطاء أمر. كلمة ordre ممكن أن تعني الترتيب وممكن أن تعني كما عندنا هنا الأمر. Un conseil ممكن أن تعطي un conseil نصيحة. Ou pour interdire يعني أو من أجل المنع. ممكن أنك تقول لشخص افعل كذا، ممكن تقول لشخص افعل كذا، إذن أنت تأمره، وممكن أنك تقول له لا تفعل كذا، إذن هذا أمر أيضا لكن بصيغة النفي، بمعنى آخر أنك تمنعه. Elle se termine par un point simple، إذن ممكن أن تنتهي بنقطة عادية أو un point d'exclamation أو بنقطة تعجب في حالة أخرى. Si le verbe est conjugué à l'impératif، إذا كان في هذه الجملة الفعل مصرف في الأمر، on dit qu'elles sont impératives. On dit qu'elles sont impératives. نقول عن هذه الجمل التي تتضمن أفعالا أمرية، نقول عنها بأنها جمل أمرية. إذن on dit qu'elles sont impératives. Les phrases impératives، les phrases impératives، إذا الجمل الأمرية، les phrases impératives sont alors des injonctives particulières. Et des jumelles, l'amriya, sont alors. Et il y a idem des injonctives. Taban maqsoud bien jumelles, injonctives. Comment on t'aklem un jumelles? Moumkin anna tu'ati amran. Moumkin anna tu'ati nasiha. Moumkin anna tu'ati l'mana. Hadi l'jumelles nous sommes injonctives. Lakin, عندما نقول jumelles amriya, fihiya sont alors des injonctives particulières. Des injonctives particulières. كمان نقول بأنها من هاد الجمل لكن بشكل خاص. هي من هاد الجمل لكن بشكل خاص. عندما نتكلم عن لي فخاز انجونكتيف، كما قلنا بأنها تتضمن الجمل التي تعطي ان اوردر يعني امر، ان كونساي انها تعطي نصيحة، او بور انتيردير او من اجل المنع. عندما نتكلم عن الجمل التي نسمى انجونكتيف فهي ممكن تعني كل هذه الامور، لكن لي فخاز امبيراتيف التي تتضمن ان فيرب كونجيغي على امبيراتيف، اذا هذه الجمل ما هي الا نوع واحد
من مجموعة أنواع متضمنة فيما نسميه فراز انجونكتيف. هذا هو المقصود بهذا الكلام هنا. لي فراز امبيراتيف، إذا الجمل الأمرية سونت ألوغ، هي إذن دي انجونكتيف، يعني هي ضمن هذه المجموعة التي تتضمن نصيحة، الأمر، المنع، بارتيكوليير ولكن خاصة، ممكن نسميها فراز انجونكتيف، لكنها بشكل خاص، بمعنى آخر أنا مختصة فقط في الأمر، افعل كذا ولا تفعل كذا، لكن لا نجد فيها طبعا النصيحة مثلا. في حالة لفراز امبيراتيف لابد أن الفعل يكون الامبيراتيف، الفعل يكون مصرف الأمر، بينما الجمل التي تعطي النصيحة طبعا ليس بالضرورة أن الفعل يصرف الامبيراتيف، هذا هو المقصود هنا، وبالتالي فهي حالة خاصة كما نقول، ولكن ضمن هذه المجموعة. اكزامبل، كأمثلة، موست السوب ايميدياتمون، موست السوب ايميدياتمون، كما نقول هنا كل حساءك حالا، كل حساءك حالا، يعني كما نقول اشرب حساءك حالا، كما نقول اشرب حساءك حالا. طبعا نستعمل هنا لوفار مونجي، يعني فعل اكل، موست السوب ايميدياتمون يعني اشرب حساءك حالا، اذا هنا امر كما تلاحظوا. ثم عندنا تيتوا، اهدأ، طبعا عندنا لوفارب سوتيغ، سوتيغ يعني هدأ، اذا اهدأ. تيتوا كون تي مونج يعني اهدأ عندما تكون تأكل. طبعا نقول هذا بالخصوص للأطفال، تجدون مثلا يكثرون من الحركة، اذا تقول للطفل تيتوا، او تقول للأطفال تيزيفو، تيزيفو يعني اهدأوا. كون فو مونجي يعني عندما تأكلون، او نقول مثلا اغات دو غير بيتمون، اغات دو غير بيتمون، توقف عن الضحك كما نقول بشكل حيواني او بشكل بهيمي، توقف عن الضحك كما نقول بدون سبب، اذا نقول اغات دو غير بيتمون. اذا نتكلم على الفيرب اغيتي يعني فعل توقف، اغات دو غير بيتمون. كما نلاحظ بان هذه مجموعه جمل كما قلنا الان، هناك لا فراز انجونكتيف أو بيا لافخاز امبيراتيف لأن الأكثر استعمالا، ثم هناك كما رأينا لافخاز اكسكلاماتيف يعني الجملة تعجبية فيها تعجب إلى غير ذلك، ثم عندنا لافخاز انتيروغاتيف، لافخاز انتيروغاتيف إذا الجملة استفهامية، ثم لافخاز ديكلاراتيف الجملة التي بدأنا بها طبعا الإخبارية. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.